التاسعة صباحا السابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم. يشهد اليوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إجراء مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى. وأشار مدبولي إلى أنه يعقب مراسم التوقيع مؤتمرا صحفيا لشرح تفاصيل الصفقة، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة. ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مشيدين بقرار مجلس الوزراء بشأن بدء الحكومة في تنفيذ أكبر صفقة استثمار مباشر مع عدة كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. وأكد مجلس الأمناء أن مثل هذه الإجراءات من شأنها الإسهام بشكل كبير وفعال في معالجة الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، لما ستوفره بشكل مباشر من نقد أجنبي يزيد من موارد الدولة، وكذلك مئات الآلاف من فرص العمل سيستفيد منها الشباب المصري بشكل مباشر. وأشار مجلس أمناء الحوار الوطني إلى دعمه جميع القرارات التي من شأنها كسب ثقة المستثمرين، وأي قرار أخرى ستعود بالصالح العام للدولة المصرية وستنعكس على المواطن المصري ومستوى معيشته وستخفف من الأعباء في الوقت الحالي. استشهد 6 فلسطينيين وجرح آخرون في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل شرق رفح جنوب قطاع غزة، كما قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم يبنى وسط رفح، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى. وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها على شاطئ بحر رفح، بينما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة في خان يونس جنوب القطاع. قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازارني أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيك الوكالة وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة. في رسالة وجهها لازارني إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن قدرة الأونروا على الوفاء بتقويتها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 أصبحت الآن مهددة بشدة. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن واشنطن تعمل من أجل التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة ووقف إطلاق نار يسمح بإدخال مساعدات. وأضاف بلينكين أن اجتماع مجموعة العشرين ركز بشدة على إطلاق سراح المحتجزين واتفاق الهدنة في غزة. دعا الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي الكونغرس الأمريكي إلى إقرار حزمة المساعدات الإضافية لكييف، معتبرا أن التقاعس عن القيام بذلك سيكلف الأوكرانيين أرواحهم. وحذر الزعيم الأوكراني من أن ثمن مساعدة كييف الآن أقل بكثير من التكلفة المحتملة لمواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحقا إذا انتصر في أوكرانيا. وعرقل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي الموافقة على تمرير حزمة مساعدات جديدة بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا. أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان تعليق مشاركة بلاده في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تتزعمها روسيا في الساحة السوفيتية السابقة. وأضاف باشينيان أن المنظمة لم تنفذ المعاهدة فيما يتعلق بأرمينيا، خاصة في الفترة ما بين 2021-2022، ويعود تاريخ تأسيس المنظمة إلى عام 1992، وتضم حاليا 5 دول بعد تعليق أرمينيا لعضويتها فيها، هي روسيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قرغستان، وطاجكستان.
إذن مشاهدينا الكرام، لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهرة على الشاشة. نعود الآن مجددا إلى سمر ويارا لاستكمال باقي فقرات البرنامج. إليك يارا. شكرا لك آلاء على هذا الموجز الإخباري.